نستعرض دلوقتي مع حضراتكم الأخبار اللي كانت معانا امبارح وكمان منها الأحداث المهمة والأبرزها الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. كمان توجيهات سيادة الرئيس بتعزيز جهود وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات. امبارح كمان كان في جولة تفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الإسكندرية وتابع فيها أعمال الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، وتفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية اللي بتتناسب مع طبيعة المنطقة. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع لاستعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات وتطبيقاتها في الأنظمة الدفاعية. وجه الرئيس بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات على نحو يساهم في استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية. امبارح قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بزيارة لمحافظة الإسكندرية وبدأ الجولة بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بحجم التطوير اللي حصل في المنطقة وأكد على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه. كمان رئيس الوزراء تجول داخل محطة مصر للسكك الحديدية وتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وسير حركة القطارات في ظل التطوير الشامل اللي بيتم حالياً. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، وده في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الدكتور مدبولي إنه تم التوافق مع القطاع المصرفي على الأولويات اللي هيتم التحرك وفق ترتيبها بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ تباعاً. والأولوية في الإفراج هتكون عن البضائع للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي. كمان امبارح خلال الجولة قال رئيس الوزراء إنه في متابعة واجتماعات يومية لضمان عودة الصناعة لكامل طاقتها، وقال كمان إنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية هيتم اعتباراً من هذا الأسبوع افتتاح أكبر قدر من منافذ السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة. أيضاً امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع إنشاء كباري فوق أهوسة المالح بمحافظة الإسكندرية. المشروع ده بيأتي في إطار خطة لتعظيم نقل البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية عبر النقل النهري والسكك الحديدية من أماكن الإنتاج والتصنيع والزراعة إلى الموانئ البحرية، ده بالإضافة إلى تسهيل نقل الواردات من الموانئ البحرية إلى أماكن الاستهلاك عبر منظومة النقل متعدد الوسائط. طيب هنروح دلوقتي لجولة المحافظات، لأن معنا في الحقيقة مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات الجمهورية المختلفة، ومنها تنفيذ مشروعات طرق جديدة بتكلفة 12 مليون جنيه و735 ألف جنيه في البحيرة، كمان تحصين 64 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية في كفر الشيخ، وانطلاق فعاليات ملتقى الموهبة لمدارس النور للمكفوفين في الغردقة، بالإضافة لأخبار تانية بالتأكيد هنتابعها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من البحيرة اللي أكدت فيها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إنه جاري العمل على رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية ليها، وده ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة واللي بتتضمن أعمال رصف طريق جسر ترعة عبد القادر بحوش عيسى بطول 1.65 كيلومتر وطريق الريكو المركب بطول 2 كيلومتر وبتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون و735 ألف جنيه. في أسوان أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة إلى أنه تم مواصلة حملة طرق الأبواب بعنوان احميها من الختان،
واللي استهدفت 51 قرية للوصول بالخدمات التوعوية لأهلنا داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية بإدفو وكومامبو ونصر النوبة. في الشرقية تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان ل 2021 مواطن من أهالي قرية طارق بن زياد التابعة لرئاسة مدينة منشأة أبو عمر تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة، وده من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتها مديرية الشؤون الصحية. في الجيزة تم إعلان الفائزين في مسابقة أفضل وحدة محلية قروية بالمراكز والمدن، وفازت الوحدة المحلية بقرية الجلاتمة التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالمركز الأول في المسابقة. في كفر الشيخ تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بالمحافظة من تحصين 64 ألف طائر من مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، وده في عدد من قرى مراكز المحافظة. في شمال سيناء استقبلت مستشفى بئر العبد التخصصي 20 طبيب من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة لتقديم خدمتهم مجاناً للمرضى. في البحر الأحمر شهدت مدينة الغردقة انطلاق فعاليات ملتقى الموهبة لمدارس النور للمكفوفين على مستوى الجمهورية، والفعاليات بتتضمن جميع أنواع المسابقات في مجالات الفنون المختلفة.